السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصلوا بقصص جديدة واللايك. شكرا لكم. كاين شي قصص ملي كنسمعو ليهم كنتصدمو فعلا، شي حوايج غراب ولاو في المجتمع ديالنا، شي حوايج اللي داخلة على المجتمع ديالنا. ولات الخيانة كثيرة، ولات كثيرة بزاف، لواحد الدرجة أن الخيانة كتجينا من أقرب الناس لينا. وبزاف ديال القصص اللي توصلنا بها بهذا الخصوص هذا، كنلقاو بزاف هكا زوجات اللي كيحصلوا رجالهم كيخونهم مع الجارات، مع الأقرب الأقارب، مع الأخت، مع الأم، مع الخالة، مع بنت الخالة. الله يجينا ويجيكم ويا رب إن شاء الله يديم علينا الستر ديالو، يسترنا دنيا وآخرة، لأن هاد الشي ولا غريب بزاف، مبقى فيه ما يعجب. القصة اللي غنحكيوها دابا هي حتى هي تقريبا في نفس هاد الشكل هذا، اللي هي ديال واحد السيده اللي عانات، اللي عاشت واحد التجربه خيبه، تجربه مريره مع الخيانه مع اقرب الناس ليها، واللي تضمات لواحد الدرجه اللي تغيرت لها حياتها. كل شيء بالنسبه لها هي، كل شيء ضاع لها، كل شيء ضاع لها، لان ماشي سهل انك كتلقي راجلك اللي دوزتي معاه واحد الايام واحد السنين، مشاركة معاه كل شيء، مشاركة معاه الفرح والقرح والوليدات، تلقي هكا كيخونك مع واحد الانسان اللي عمرك ما تخيلتيها ولا درتي فيها الخيانة. كتجيك الضربة قاصحة، كتجي الضربة من جوج ديال الناس، كتكون تقصح من اي ضربة واحدة اخرى. القصة هي ديال سلمى. سلمى كتحكي لينا بالله تزوجات فواحد السن اللي هي صغيرة بزاف، تزوجات على 16 عام، كانت فاخرة طويلة زوينة، وبلتص من القراية مبقاتش كتقرا. داكشي علاش ملي جاها العريس الزوج المناسب تزوجات، كانت فرحانة بزاف بالزواج ديالها. العريس ديالها وفر لها اي حاجة كتمناها، تهلا فيها في دارهم. العريس ديالها كان من مدينة أخرى، بالنسبة لهذيك المدينة كانت واحد الحلم اللي كتمنى ديما أنها تمشي ليه. العريس كان من مدينة ديال طنجة، وهي كان كيعجبها الشمال بزاف بحكم أنهم هما من الداخل. العريس كان الملامح ديالو زوينة، طويل، شعره زهر، عويناته خضر، يعني كان واحد بالنسبة له واحد الراجل اللي هو وسيم، اللي كل شي بنات العائلة كانوا كيحسدوا عليه وكيحمقوا عليه. كلشي كيقول لها سعداتك خديتي راجل زوين، سعداتك راجلك تبارك الله بوكس، وهي كيعجبها الحال. ديك الكلمه كانت كتعجبها، ماشي كصغير هكا ملي كتشوف شي حد كيدوي عليها هكا كيعجبها الحال، كتحس براسها زعما راه دات بوكس، يعني راه هي يعني محظوظه عندها الزهر. تزوجت بيه، سافرت معاه لطنجه، وبحكم انها ساكنه في مدينه في الشمال فديما في العطال واكثريه في العطله الصيفيه كيجيو عندها عائلتها، كيدوزو عندها 10 ايام 15 يوم، كيبغيو يدوزو ديك الاجواء ديال الشمال البحر، يفوجو يضحكو ينشطو شويه. دائما هكذاك بقات مزوجه لمده 4 سنين. فديك 4 سنين ولدات واحد الوليد سماتو ادم، وليد زويون، جاو عنده الملامح ديال بابا، العوينات ديال بابا، كيحمق غزال. العائله دائما عندهم من نهار تزوجات، ويا غادي غادي واحد جاي واحد، غادي جروب جاي جروب، ديما الدار عامر عليها. وراجلها كتقول بالله عمرها ما سمعت منه كلمه العيب، متقبل هذاك الشيء كامل، عزيز عليه، كيحترمها، كيحترم عائلتها، واخا كانوا شويه كيبسلو، يعني راه الراجل والمراه راه كيبغيو شويه الحريه في دارهم، راه الراجل كيبغي كيبقى غير راجل، المراه راه براني، خص يحترموه، خص يوقروه، ما يبسلوش عليه، ولكن كانوا بزاف ما كتقدرش تقولها ليهم. بقات هكاك، استمرت هكاك حتى واحد العام. كانت واحد بنت عمها كانت هي وياها ملي كانوا صغار هما صحابات، اتصلت بها قالت لها شوفي راه بغيت نجي عندك، راه توحشتك بزاف، وهذا راه بغيت نجي عندك. هي حشمات منها، واخا ديك الوقت كانت ولات كتفكر بلي زعما راه بزاف على راجلها، ملي قالت لها حشمات منها ما قدرتش تقول لها شي حاجه.
قالت لها جي مرحبا بك صافي جي. قالت لها راه عمري انا ما جيت للشمال وهذا كيفاش غادي ندير. قالت لها صافي انت وصلي كوني هانيه، انا نصيفطو هو على راجلها، يعني انا نصيفطو هو يتلقى لك. المهم خلي البورطابل ديالك شاعل باش ملي يوصل هكا يعيط لك ويجيبك هوايا. داكشي اللي فعلا اللي كان. جات بنت عمها لعندها، بنت عمها تقريبا هي وياها نفس السن، وهي بقى ما مزوجاش، بقى بلا زواج، شابة اللي بقى صغيرة في السن. جات لعندها صيفطت هي راجلها بديك النية ديالها الطيبة، فرحانة ببنت عمها، دارت ليها القوت اللي كتوجدو هي غادي توصل في العشية، فرحانة دارت كيكة، صوبت اي حاجة زوينة زعما اللي كتعرف ليها تقدر دار في الكوتي صوبتها، فرحانة بها جاية عندها. غتونسها غدوز معها شي ايامات، يتفكروا ايامات الطفولة، ايامات المراهقة، يضحكوا شوية، تخرجها تساريها تلا فيها، هذا هو التفكير ديالها. جات بنت عمتها جابها رجلها، دخلت هي وياه، مهم السلام السلام، تعانقت هي وياه، فرحوا، جلسات تبارك الله، أسامة كبر على الوليد الصغير كتبوس فيه كتعنق فيه. المهم جلسوا كيديروا الكوتي كلا وكيضحكوا ناشطين بخير. كملوا هذاك الكوتي ديالهم. هي ناضت من نهار الاول، طلبت راجلها حافاك خرجنا اليوم في الليل هكا ندورو شو ناكلو في شي بلاصه باش نخرجوها معانا هكا مسكينه. الليله الاولى ديالها من بيتها هكا ما ثبتش زعما بلا خروج، نخرجوها نساريوها نفرحوها. فعلا داكشي اللي كان، ما خسرش لا خطره، خرجوها من النهار الاول الليله الاولى خرجوها، مشاو لواحد البلاصه تساراو، في الاخر ختموها مشاو تعشاو في واحد ريستوران تعشاو فيها. راجلها كان خدام خدمه زوينه، خدام مزيان كيتخلص مزيان، ماديا يعني ميسر ماديا، عندو الفلوس. رجعوا للدار، بقات هذيك البنت عمها جلست معاهم ذات السيمانه بحال هكاك، وما كل نهار كيخرجوا كل ليله كيخرجوا. اشنو وقع؟ يعني هادشي اللي وراء الكواليس اللي ما عقص بيه على شحال، ان بنت عمها عجبها الراجل، عجبها في انه يديه مطلوقه، السيد ما كيديرش الحساب الفلوس، كيخرج كيخسر كيصرف، مبرع مراته مهلي فيها مهلي فولدو، شاري الدار طوموبيل، كيلبس مزيان، الراجل اللي شاف فيه كيبقى حال فمو زويوان، مهلي فراسو دائما مريح دائما لابس، ولات عينها منه. ما فكرتش لهذيك بنت عمها راه هذيك بنت عمها اللي دخلتها لدارها اللي دارت فيها الثقة راه مزوج بيها ولا شي حاجة، نهائيا السيدة صافي عجبها، ضربت الدنيا بطالون، ولا كيبان لها داك السيد وربي كبير بغاتو. هي ما ردتش البال، نجيو نرجعو للمرجوعلة، ما ردتش البال، عادي كتعامل معاها مزيان، فرحانة بها، باقا كتخرجها لدرجة انها خرجت هي وياها، خرجت غادي تكسى، خدات ليها بيجامات، خدات لها حتى هي بيجامة معها، خدات نفس الموضة اللي عجبها، خدات لها وحدة لون اخر مختلف، يعني ما دايرة في بالها حتى شي حاجة خايبة من جهتها. حتى كدوز الايام، صافي دوزت معاهم 15 يوم وهي عادي، كيحسب ليها راه ما وقعت حتى شي حاجه. البنت كتبات عندها في الدار، هي مالية فيها مرتاحه فرحانه، زعما عندها راسها درت شي حاجه زوينه. رجعت عندها بنت عمها للدار وتهلات فيها، كبرت بها وكتقول غتمشي وغتقول لهم راه بنت عمي تهلات فيا وهذا، وغتحمر ليا ونجي قدام العائله. من نهار رجع لنهار الموعد اللي غادي تمشي فيه، عاود ثاني كالعادة قالت الرجل فوالا غتوصلها، وصلها باش غتركب، تعانقت هي وياها، حبسات البكية، الدموع تحبسو لها، بقات فيها انها ولفاتها، قلت اسمع هاد المدة كاملة وهي غادا غادي تخلى. صيفطتها بسلامة بسلامة، مشات مع راجلها غادي يوصلها. هي هاديك بقات رجع الراجل عادي تاني، كترجع الايام وكترجع الحياة كما كانت عليه، ولكن ما غاديش ترجع فعلا كما كانت عليه. هنا الحياه غادي تبدل، هنا يلا بشويه غدا دوز نهار الاول الثاني الثالث، عاد غدا هي كترد البال ان راجلها كيتبدل معها كيتغير ولا كيخرج بزاف.
ولا ملي كيبغي ينوض كيهز بورطابل ديالو ما كيخليش محطوط كيما والف، كان كيدخل الدار كيلوح بورطابل، لا كيلوح ماشي حتى كيحطو، كيحطو كيشير بيه فوق الطبلة فوق الفوتاي فين ما جلس، ولا بورطابل ديالو كينوض كيهزو معاه. ولا كان كيخرجو ضروري كيخرجو، مثلا لما خرجوش يومين كيخرجو نهار اه نهار لا، كيخرجو الدري كيديو كيلعب، المهم الخروج كان عندهم شي حاجة اللي هي ضرورية، ما بقاش هذاك الخروج، ولا دائما مشغول دائما مبرزط دائما عنده شي حاجه غادي يقضيها، دائما مساليش يعني تبدل تبدل في كل شيء، تغير تماما محله هزيتي راجل وحطيتي راجل واحد اخر. وهنا كتفكر وهي كيحسب لها كتقول راه وقيلا فعلا الله ما مساليش، راه غيكون شي حاجه هنيت مشغول، ماشي زعما فكرات ان شي حاجه اللي تبدلات شي تغيير زعما اللي خايب. وخا تفكر راه ما كانش ممكن كما قالت هي، ما يمكنش ليا اني نفكر بلا راه ولات شي حاجه ما بين بنت عمي وراجلي، هذه هي الحاجه اللي عمري ما كنت غادي نتخيلها، هذه هي الحاجه اللي واخا نتخيلها ما غاديش نتخيلها يعني لهالدرجه، يعني من سابع المستحيلات. بقات هكاك حتى دازت 6 شهور، 6 شهور هو راجلها وبنت عمها العلاقه، وبنت عمها النهار اللي داها يوصلها ما وصلهاش، ما مشاتش ما رجعتش لدارهم، فاش مشى يوصلها كان كرها ليها في بلاصه اخرى وداها حطها فيها موجودين الدار فين غادا وكل شيء، وداها وصلها ليها ماشي كيف ما كيحسب لها، ما عاقت وفاقت هي من القلبه، حتى نهار غير بالصدفه وكتهضر مع دار عمها حتى كتعرف بلي راه ما مشاتش لدارهم، وبيلا كتقول لهم راني ما قالتش لهم راه باقا في طنجة، ولا بيلا كاين عندي شي صاحبته، وكتعيط لها هي وكتقطع لها ما بغاش تجاوبها، وبدات كتعرف بيلا هي حيت نهار مشات من عندها على اساس غادي تمشي ترجع لدارهم، وملي مشات صيفطت لها ميساج وقالت لها فوالا راه انا وصلت وهذا وصافي راه مزيان كل شيء بخير، ملي كتسول دارهم كتعرف انها ما وصلتش بس كتشك، كتعيط ليها ما كتجاوبهاش، كتصيفط لها دي ميساج ما كتجاوبهاش، ساعات رجعت سولت راجلها قالت لي واش نهار صافي وصلتيها، واش وصلتيها فعلا تركب في التران، واش وصلتيها واش ركبات وشفتها، قال لا وصلتها وركبات، ملي قال لها ركبات بقات كتشوف فيها قالت لي واش قطعت واش مشات قطعت زعما الكادري، قال لها انا قطعت لها بيدي تما كاينه ويا تشوكا، بحال ديك الساعه شكات فشي حاجه راه ماشي هاديك، من ديك الساعه ويا دير شنو دارت، اول حاجه فكرت فيها هي لابليكاسيون اللي سمعت عليها ديال التجسس اللي كدار في البورطابل، هذيك اول حاجه فكرت فيها، بقات كتحايل 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 حتى قدرت انها دير ليه لابليكاسيون في البورطابل ديالو بلا ما يحس بلا ما يعقل، خلات وحس دخل يدوش واحد النهار وحيدت ليه، مهم قدتها من تماك ولات السيد جالس حداها جالسه هي وياه كيتفرج زعما في التلفازه والدري حداهم وكيكسب، وداكشي كلشي كيجي عندها هي كتكسب ليه كيكسب لها، كلشي كيجي عندها وهي كتخزن في داكشي وكتسكريني فيه وكتحتفظ به وكتشوى من الداخل ديالها وهي ساكته، بقات هكاك حتى كتجمع في داك الشيء وكتجمع في التصاور، هو جالس هكاك حداها كي وكتقول ليه بغيت نشوفك شنو كدير دابا شنو لابس دابا، وكيصور ليها راسو وكيصيفط لها في التصاور، حتى هي كيقول لها بغيت نشوفك حتى انت شنو لابسه دابا واش لابسه هادي واش لابسه هادي، كتصور ليه راسها تما كاينه صافي حسات بالعافيه شعلت فيها، بالله خدات اكبر قالب في حياتها بنت عمها، يعني قلبتها بواحد الطريقه اللي عمرها ما تخيلاتها، ما عرفاتش شنو غادي دير، ما رضاتش انها تفلو عليها هكاك، انهم كيستهزؤوا منها انهم غدروها، ما عرفاتش شنو غادي دير، ما رضات في صحتها، وهي ماشي من النوع اللي غيتحمل انها تبقى مع انسان اللي خانها بحال هكا واللي غدرها، بالنسبه ليها راه غدرها ديك المره يعني ما تقدرش تبقى معاه لانه يقدر يغدرها مره اخرى واخا ما عرفش شنو يكون. جمعت هذاك الشيء كامل و شنو دارت، رجعت فواحد النهار ما لقاهاش، هزات ولدها هزات حوايجها اللي ما خف حمله هو غالى ثمنه، يعني هزات غير ديك الحوايج المهمين
هزات الدب ديالها، هزات ولدها وريقاتها ومشات لدارها وخلاته، ما قالت لي حتى شي حاجه، حتى ديك المواجهه ما بغاتهاش. داكشي اللي سمعاته واللي شافته كان كافي بالنسبه لها. شحال من الغدر خايب وشحال الخيانه خايبه بزاف من الناس القراب من الناس العزاز، هادشي اللي خلاها انها ما تحملهاش. كتقول كون كان خالها مع شي حد اللي هو بعيد، شي وحده اللي ما كتعرفهاش اولا شي وحده اللي ما عارفاش حتى الشكل ديالها اولا شي وحده اللي يعني حسن منها ولا هذا، ربما غدي لي شي عذر ولا تقدر الا طلب منها سمح تسمح ليه اولا لا تدخل منها تسمح ليه. ولكن ملي خانها مع بنت عمها ما تقدرش، وملي بنت عمها حتى هي يعني غدرتها هكاك حتى هي ما تقدرش انها تتخيل ان راجلها وبنت عمها بزوج بيهم. ما عرفتش شنو كان كيوقع داك الوقت، بقات كتحاول انها تخيل شنو كان واقع ملي كانت عايشه معاهم في الدار. كتبغي تجمع دوك الافكار ديالها وترتبهم وتشوف واش كانت شي حاجه اللي ماشي طبيعيه في ديك الوقت. والو هي ديك النيه ديالها الزوينه خلاتها ما حضرتش حاجه اللي غادي تكون خايبه، يعني كانت عاديه دايره ديك الثقه التامه مخليه الامور على طبيعتها هذا، حيت دايره الثقه ديالها فيهم. حيت الطبيعي انك دير الثقه في راجلك وانك دير الثقه في بنت عمك. بنت عمها اللي كتعتبرها انها اختها، ماشي بنت عمها، كتعتبرها اختها لانها رفيقه ديال الصغر ديال الطفوله، مشاركين دم واحد يعني، وقريبتها قريبه ليها، الاقرب المقربين اقرب المقربين للعائله. اللي رجعت لدارهم تصدموا فاش شافوها، عرفوا شي حاجه واقعة ماشي هذيك. وراتهم كلهم، ورات خوتها ورات لمها ورات لبا دوك شنو كاين، وقالت لهم انا هاد السيده هذا ما بقيتش باغاه. قالت لبابا تكلف ليا تصب شوف شنو غادي دير انا ما بقيتش باغاه. و داكشي دوك التصاور داكشي وصلوا لعائلة عمها زعما باش يدخلوا يدبروه ما وبنتهم يشوفوا. قالت لهم انا باريه منها، انا سلمت عليه وخرجت من داري على اساس راها غدا اللي عندكم. داكشي اللي دارت من بعد انا ما كيهمنيش، ما بقيتش باغا نعرفها، وانا ما مسامحاش لها لانها دخلت لداري، دخلتها لعندي بالنيه ودخلتها لعندي باش نتهلا فيها، ودخلتها لعندي لداري. داكشي اللي درتو معها درتو معها بالقلب الطيب، درتو معها حيت وحده من عائلتي، اما كنت شي وحده برانيه ما تدخلش عندي لداري. وما خرجت حتى خرجت مع راجلي، غدراتني هي وياه وفرقاتني عليه، وما درتش بحسب داك الوديه اللي والده انا وياه، كانت عينها غير في راجلي وصافي. ايوا هذه هي القصه، قصه مؤلمه مع الاسف، قصه اللي قبيحه بزاف. ملي كنسمعوا بحال هاد القصص هادو كيألمونا. كانت كتعاود عليا، علماتني معاها، وهي باقا متألمة، باقي الجرح جديد، وباقا داك الطلاق باقي ما كملش، باقي ما عارفاش شنو غادي يوقع من بعد. ولكن هذه هي القصة، هي كتقولها وكتقول لك كنتمنى من الناس من البنات انهم يديروا اتونسيون من الناس كيف ما كانوا قراب ولا بعاد. راه ما بقاش الثقه دابا نهائيا، خصوصا راه مؤخرا كنسمعوا بزاف بحال هذا الشيء، الله يلطف بينا وصافي. كنتمنى ان هذه القصه هذه تكون عجبتكم، كانت فيها شي استفاده، كانت فيها شي عبره. ما تنساوش ديروا لها واحد لايك وتخلي واحد تعليق زويون كيف ما كان، واخا يكون فيه غير خيطه غير شريطه شي ايموجي كيف ما كان. شكرا لكم على المتابعه ديالكم.